كليك ونبتدي نسحب لحد ما نوصل للنهاية بتاعتنا. كليك بهذه الطريقة هنلاقي ان العزل بتاعنا اترسم بمنتهى البساطة وبطريقة سهلة جدا. الجميل جدا انك لو اخترت العزل بتاعك تقدر تصغره زي ما انت عايز، تقدر تصغره زي ما انت عايز بالشكل ده. الطريقة اللي تقدر ترسم بيها عزل الرطوبة بطريقة سليمة في برنامج الريفت المعماري. اهلا بكم جميعا في الفيديو رقم 20 من دورة تعلم برنامج الريفت المعماري 2024. هنتعلم في هذا الفيديو طريقة عمل عزل الرطوبة للحوائط في برنامج الريفت المعماري. اول خطوة هنعملها هنفتح مشروع جديد. الخطوة الثانية هنروح لأمر وول ونبدأ نرسم حائط بهذا الشكل، اي حائط بالطريقة دي. بعد كده هننزل في الاسفل نخلي دي فاين ودي رياليستيك علشان نظهر التفاصيل مش اكتر بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هنبتدي ناخد سيكشن في هذا الحائط، هنبتدي نرسم قطاع بهذا الشكل وهنضغط دبل كليك على هذا القطاع علشان يظهر معانا بالطريقة دي. هنبتدي نختار الحائط وننزل بيه لحد ما يوصل ليفل 2 بهذا الشكل. هنبدأ برضو نخلي التفاصيل بتاعتنا تظهر، نخليها فاين ونخلي دي رياليستيك ونبدأ نختار الحائط. عايزين نعمل ايه في الحائط ده؟ عايزين نخليه عبارة عن طبقات، طبقة حائط وفراغ وطبقة حائط مرة أخرى. هنعملها ازاي؟ هنروح الايديت تايب، هنختار الحائط ونعمل ايديت تايب ونخش هنا على الايديت ونزود طبقة، نعمل انسيرت، انسيرت مرة أخرى ونبدأ نخلي الطبقتين دول في الأعلى أب ونختار اللي بعدها ونقول له أب. آسف، نبتدي نختارها ونقول له أب بهذا الشكل ونخلي الطبقة دي عبارة عن اير سيرمال اير ونخلي الماتيريال بتاعتها عبارة عن هواء. نختار الاير بهذا الشكل ونخلي سمكها وليكن 10 سنتي بهذا الشكل. وهنيجي عند الطبقة اللي فوق نخليها فينش 1/4 ونديها سمك وليكن 0.15 سنتي بالشكل الواضح قدام حضرتك ده. بعد كده هنبدأ كمان ندي ماتيريال للحائط ده وليكن بريك، هنقول له بي ار علشان يجيب لنا البريك ونبتدي نختار ونقول له اوكي. ونيجي على الاستراكشر اللي برضو اللي في الاسفل نختار برضو البريك ونقول له اوكي اوكي ابلاي اوكي علشان يظهر معانا الحائط بتاعنا بهذا الشكل، عبارة عن حائط وهواء وحائط. جميل كده، دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية عايزين نصمم الباترن بتاع عزل الرطوبة. هنعمله ازاي؟ كل اللي عليك انك هتروح تقول له فايل نيو فاميلي ونبدأ نرجع خطوة كده لورا ونقول له نختار الانجليش دبل كليك وننزل نختار التمبلت اللي اسمه متريك ديتيل ايتم ونقول له اوبن. هيفتح معانا التمبلت بتاعنا بهذا الشكل. اول خطوة هنعملها هنظبط الوحدة بتاعتنا، هنقول له يو ان ونبدأ نيجي عند اللينس ونخليه متر علشان نوحد الوحدات مش اكتر. الخطوة التانية هنروح نختار كرييت وهنختار خيار اسمه فيلد ريجون ونبدأ نختار منه المستطيل بهذا الشكل ونبدأ نرسم مستطيل بالطريقة دي. بعد كده هنبتدي نظبط ابعاد المستطيل ده، نبتدي نختار الضلع ده ونقول له خلينا الطول 0.40 سنتي ونخلينا العرض عبارة عن 10 سنتي بالطريقة دي ونبدأ نختاره ونخليه في المنتصف بهذا الشكل. ممتاز ممتاز. بعد كده هنخش على الايديت تايب ونختار هنا الباترن بتاعنا عبارة عن سوليد ونختار اللون اسود بالطريقة دي ونقول له ابلاي اوكي علامة الصح علشان يظهر معانا الباترن بتاعنا بهذا الشكل. نبتدي نختاره ونختار امر ميرور ونبتدي ناخد ميرور لهذا الشكل بالطريقة دي. نبتدي نختار ده ونقول له ايديت تايب دوبليكيت اوكي ونبتدي نغير اللون نخليه ابيض هنا وكمان هنا بالشكل ده، نقول له ابلاي اوكي علشان يبقى ده شكل الباترن بتاعنا اللي هيتكرر معانا
في الحائط بتاعنا. بعد كده هنقول له فايل سيف از فاميلي، نسميها اي اسم ونحفظها في اي مكان يعجبنا وليكن رقم 1، ونقول له سيف. كده احنا جهزنا الباترن بتاعنا، بس هنعمل له لود انتو بروجكت في المشروع بتاعنا ونحطه في اي مكان مؤقتا يعني. ممتاز. عايزين نرسم العزل بتاعنا بقى في الفراغ ده، هنرسمه ازاي؟ هنقول له اركتشر انوتيت، هنلاقي في حاجه اسمها كومبوننت، في سهم جنبها نختاره، هنلاقي في خيار اسمه ريبيتنج ديتيل كومبوننت دي نختار. قبل ما نبدا نرسم هنقول له ايديت تايب، هنيجي عند الديتيلز هنا هنلاقي هنضغط عليها هيجيب لنا انواع كتيره من الباترن، هنبتدي نختار الباترن اللي احنا جهزناه اللي هو مسمينه اللي سميناه رقم 1. هنلاقي هنخلي اللي اوت عباره عن فيل افيلابل سبيس، هنعمل تشيك جنب الانسايت، هنخلي ديتيل روتيشن 90 درجه بالشكل ده، ونقول له ابلاي اوكي، ونبدا نقرب من الفراغ بتاعنا تقريبا نجيب السنتر بتاعه، نحاول نجيب السنتر بتاعه ونقول له كليك، ونبتدي نسحب لحد ما نوصل للنهايه بتاعتنا كليك بهذه الطريقه. هنلاقي ان العزل بتاعنا اترسم بمنتهى البساطه وبطريقه سهله جدا. الجميل جدا انك لو اخترت العزل بتاعك تقدر تصغره زي ما انت عايز، تقدر تصغره زي ما انت عايز بالشكل ده، تقدر تكبر زي ما انت عايز بالشكل ده، وكمان تطلع بره الحائط بتاعك. طيب ممكن نعمل الكلام ده برضو في السكشن، نبتدي نختار السكشن بتاعنا ونبتدي نقول له كومبوننت، ونبتدي نختار ريبيتنج ديتيل كومبوننت. طبعا باي ديفولت هتلاقيه مختار لك اخر باترن انت اخترته، يعني لو دخلت على الايديت تايب هتلاقيه نفس الاعدادات متظبطه معاك مفيش مشكله، وتبدا ترسم برضو العزل بتاعك بهذا الشكل. وليكن هناخد المنتصف ونبدا ننزل لحد الجزئيه دي كده مثلا، نضغط كليك، لو ضغطت كده هتلاقي ان العزل بتاعك اترسم، تقدر تختاره مره اخرى وتكمله للاخر زي ما هو واضح قدام حضرتك بهذا الشكل. يبقى هي دي الطريقه اللي تقدر ترسم بيها عزل الرطوبه بطريقه سليمه في برنامج الريفت المعماري. خطوات بسيطة جدا محتاجة تركيز من حضرتك انك تتابع كمان الفيديو للنهاية. يا رب يكون الفيديو مفيد لحضرتك، يا رب يكون قدم اضافة لحضرتك. ما تنساش الاعجاب بالفيديو، ما تنساش مشاركة الفيديو لاصدقائك لتعم الفائدة. اشكركم، نلتقي في فيديو اخر باذن الله تعالى.